الحكومة تؤكد دعم الدولة لجهود دول القارة والاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة، وإشارة إفريقية بنهضة مصر في الزراعة. اليونان تؤكد أنها ستستقدم عمالا مصريين في مجال الزراعة في ظل نقص العمالة. وبريطانيا تخرج من الركود مع تحقيق نمو بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام الجاري. نجحت شركات صرافة حكومية في اكتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليارا و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي. وأكدت شركات الصرافة أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول ويمكن التعامل من خلاله، مما ساعد في استقرار السوق. تبدأ وزارة النقل اعتبارا من الأربعاء المقبل التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. تمتد تلك المرحلة من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة، مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبلاق الدكرور، وتشمل 5 محطات ما بين 3 نفقية و2 علوية. أشاد الناطق الرسمي للحكومة الأردنية بنتائج أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، واصفا النتائج بأنها كانت مثمرة وإيجابية للبلدين، وقال إن أجواء المباحثات كانت إيجابية للغاية، وأكدت قوة العلاقات بين القاهرة وعمان ومتانتها. وأضاف أن الاجتماعات شهدت حضورا كبيرا من البلدين وفي مختلف المجالات، وجاءت تأكيدا على توجيهات قيادتي البلدين ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات تقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات، وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في منظومة إدارة المخلفات، ومنها القيام بدوره في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر. أكد وزير الزراعة السيد القصير دعم مصر لجهود دول القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة. جاء ذلك خلال لقاءات لعدد من الوزراء والمسؤولين على هامش مشاركته في فعاليات قمة الأسمدة وصحة التربة التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي. من جهتهم أشاد الوزراء والمسؤولون الأفارقة بالنهضة التي شهدتها مصر في مجال الزراعة والتنمية المستدامة. نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في إدخال منتجات جديدة يتم استخدامها في صناعة أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية وغيرها، ويأتي ذلك في إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية. من جهته قال وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إن مصر للألمونيوم حققت التوافق في الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألمونيوم. أكد وزير العمل حسن شحاتة أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع مهني 2030 مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية تأتي لتدريب 1,000,000 متدرب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج. وأوضح الوزير حرص الدولة على تنمية مهارات الشباب وتقنين أوضاع المراكز الخاصة وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج.
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن أثينا ستبدأ في استخدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة. وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%. لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية بهولندا. دكتور هشام، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على شاشة النيل للأخبار. نبدأ مع السؤال الأول. وزارة الهجرة اليونانية أعلنت أنها ستبدأ في استخدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة. كيف تقيم تلك الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتصدير عمالة مدربة للخارج؟ والله طبعا أنا بثمن الخطوة ديت، ودي خطوة يعني احنا كنا دايما بنحلم بيها ونتمناها طبعا، بان مصر بتملك نهضة ملحوظة وعملنا طفرة ممتازة في مجال الزراعات الحديثة والري الحديث والصوب. واحنا بنمتلك عمالة مصرية محترمة مدربة وبتعمل في هذه الصوب. وانا بنفسي يعني شفت وكنت هنا من شهرين مع 16 شركة هولندية عندهم اهتمام كبير جدا بان هم يتعرفوا على التطور في مجال الزراعة في مصر، ولفينا ورحنا المزارع في طريق الإسماعيلية ومحافظة البحيرة. أنا شفت بنفسي ثوب ومزارع يعني ما شاء الله على قدر كبير جدا من التطور، ولا تقل عن المزارع الأوروبية في أرقى بلاد العالم يعني. والعمال اللي موجودة فيها عمال مهرة ومدربين. وأنا يعني اللي أتمناه طبعا إن قبل إحنا ما نبعت العمالة اللي هتشتغل في الخارج، ان العماله ديت يعني بتكون نالت قسط من التدريب. وانا اعلم ان وزاره الهجره عندها البروتوكول دوت اللي هو تدريب العماله قبل السفر، بياخدوا دورات. ولكن انا يعني الدورات اللي هم بياخدوها ممكن تكون دورات تثقيفيه، دورات ان هي بتعرفهم القوانين وازاي يحترموا قوانين البلد اللي هم رايحينها وما يخالفوش القوانين والعقود المبرمه، لان احنا طبعا عايزين نحافظ على سمعه البلد في ان احنا لما بنصدر عماله بيبقى اكيد الدول الاوروبيه بتبقى متخوفه من ان العماله دي تتسرب وتروح الى وتتحول لهجره غير شرعيه. نعم دكتور هشام، هناك اتفاق بين مصر واليونان على تفعيل اشكال التعاون والاتفاقيات الخاصه كافه، كيف يسهم ذلك في زياده اعداد الايدي العامله المصريه المنتقله الى اليونان والاتحاد الاوروبي عامه؟ شوف حضرتك، يعني العمالة المصرية في الخارج على كل المستويات من أهم مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية، وإحنا لازم نحافظ على المصدر دوت لأنه دخل قومي للبلد طبعا. بالفعل. ونحافظ عليه إزاي؟ هنحافظ عليه إن إحنا ندرب العمالة دي كويس، نحاول على تنميتها ونحافظ على مكتسباتها طبعا. العامل البشري حضرتك هو اهم عنصر في التنميه المستدامه. اكيد. يعني احنا النهارده كنا بنتكلم على التنميه المستدامه، يبقى لازم ان احنا نستثمر جيدا. بمعنى ايه؟ ان احنا نهتم بتعليم العماله ديت، تدريبها على المهارات المختلفه، توعيتها، تثقيفها، تعريفهم على حقوقهم وواجباتهم. يعني انا شايف من وجهه نظري ان اوروبا، وانا عايش في هولندا، اوروبا بتشيب زي ما بيقولوا هناك، يعني بتعجز. في نقص في العديد من الوظائف اللي احنا ممكن نستغلها كمصر، لان احنا عندنا وفره الحمد لله. اهم عنصر من عناصر التنميه المستدامه هو العامل البشري، واحنا الحمد لله نتميز طبعا. بده اللي فاضل بس ان احنا تبقى العماله دي مدربه وعلى المهاره نفسها. في عندك كمان يعني مش المجال الزراعي فقط، يعني انت ممكن مجال التمريض ده برضه مجال برضه في نقص في اوروبا، في مجال الرعايه الصحيه برضه في نقص في اوروبا، في مجال خدمات الشركات النظافه و و و يعني في مجالات كتير جدا. يعني اذا كانت وزاره الهجره يعني طبعا كويس ان هي طبعا وصلت لاتفاق مع اليونان، لكن في بلاد كتير في اوروبا، المانيا، سويسرا، الدنمارك، فنلندا، البلاد دي كلها عندها نقص في
اعداد العاملين، وممكن انها تفتح مجالات عن طريق المباحثات ونشوف ايه اللي ناقص عندكم، ايه هو مجال الصحي، مجال الخدمات، مجال ونشوف طيب طالبين ايه، نحاول ان احنا نعمل برامج سريعه. ممكن قبل العماله ديت ما تروح، الناس اللي هناك طبعا بيبقى عندهم نوع من السيستم عندهم في عمل هذه الشركات، ابعتوا لنا الناس اللي عندكم يدربوا العماله اللي انتوا عايزينها هنا عندنا في مصر، يبعت مدرب اتنين، والناس اللي احنا هنبعتها تاخد دورات تدريبيه على ايد الخبراء دول اللي هم جايين من بلدهم ومحتاجين العماله، على اساس ان هو لما يروح يبقى اوريدي هو واخد تدريبه على العمل، ما يجدش صعوبه هناك في التفاعل على طول في العمل، ويثبت كفاءه، وان شاء الله ده يضمن نجاح دايما يعني النجاح لمثل هذه الاتفاقات، لان انت عارف الاتفاقات دي بتبقى مرهونه برضو بالتنفيذ نفسه. اكيد طبعا. دكتور هشام فريد خبير الزراعه البيولوجيه بهولندا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا على شاشه النيل للاخبار. ارتفعت أسعار النفط مواصلة اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 37 سنتا إلى 84 دولارا و24 سنتا للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي 41 سنتا إلى 79 دولارا و64 سنتا. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من إبريل بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2350 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 28 دولارا و38 سنتا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 983 دولارا. أظهرت بيانات رسمية تراجع الإنتاج الصناعي التركي في مارس بنسبة 0.3% على أساس شهري. وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي. أظهرت بيانات مكتب الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد بريطانيا سجل نموا أقوى من المتوقع، بلغ 0.6% في الربع الأول من العام، وتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس بعد دخوله في ركود غير حاد في النصف الثاني من العام الماضي. نهاية النشرة الاقتصادية، ونعود إلى أهم عناوينها. الحكومة تؤكد دعم الدولة لجهود دول القارة والاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة، وإشارة إفريقية بنهضة مصر في الزراعة. اليونان تؤكد أنها ستقدم عمالا مصريين في مجال الزراعة في ظل نقص العمالة. وبريطانيا تخرج من الركود مع تحقيق نمو بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام الجاري. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة.